فقوله عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم لا ناهية، وتبشر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، والنهي في اللغة ليس له إلا صيغة واحدة وهي صيغة الفعل المضارع مع لا الناهية كما هنا، بينما الأمر كما سلف له أربع صيغ. وقلت إن هذا من حيث اللغة لأن هناك صيغا في الشرع قد تدل على النهي، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعض الأمثلة.